واحد يقول تعرضت لمشاكل نفسية وعائلية كثيرة بسبب زوجتي وحبها لأهلها بشدة، مما أبعدني عن الكنيسة وأريد العودة، فماذا أفعل؟ كون أن زوجتك تحب أهلها ده شيء طبيعي، لا نستطيع أن نلوم واحدة بتحب أهلها، لكن حب أهلها اللي يبعدها عنك ده عليه أسئلة. لو كانت بتحبك أنت أكثر من أهلها مش ممكن أبدا تفكر في أهلها أكثر منها. بدليل إنها تركت أهلها وجت عاشت معاك لما اتجوزت. فأنت يعني لو خليت المحبة اللي بينك وبينها تزداد يوم بعد يوم هتنسى أهلها، لأن المزمور بيقول كده: انسي أهلك وبيت أبيك فإن الرب قد استحى حسنك. ولو أنها قيلت في معنى روحي، لكن برضو ممكن تطبق.